عايز يمشي اصلا. نتيجه مقبوله للعرض المقدم؟ ما فيش عرض اساسا. ما انا عشان كده اسال ولا يعني عشان تعالى نتكلم في اي حاجه غير الفنيات في المباراه نفسها. مش هتكلم على الفنيات. ليه؟ هقول لك حاجه. نتيجة بيومك النهاردة من اللي كان الاحتفالات واللي حصل قبل كده مع الهلال السعودي والنشوة والفرحة انت عشتها، وممكن نقول انها نقول بقى يعني شوية اسباب كده، ممكن اجواء الرطوبة، مش عارف الاحداث اللي قبل المباراة، وحالة لعبتك النهاردة اللي ما فيش حد في مستوى الطبيعي بيحصل على فكرة في كرة القدم، مش حاجة انت كنت متوقعها قبل الماتش. توقعتها قبل الماتش، واللي خلاني ايمن تأكدت منها قوي البداية بتاعت المباراة نفسها. بدايه المباراه بالظبط تلت ساعه انت مش موجود في المباراه، حتى لما بتخش المباراه بتخش حاجات كده مش انت. فمباراه زي دي النهارده حتى مع التغييرات انت بتتمنى حاجه، يعني هتتمنى حاجتين، ما تحصلش مفاجاه وتخسر، او تحصل اصابه للاعيبه او اتنين. مظبوط. كان بيكمل فيها كابتن شريف الوقت ده مكسب، ده مكسب، فحد خد يعني خد المكاسب، هو دايما اي حاجه اي يوم وحش بالزبط. خد احسن حاجه فيها. احسن حاجه النهارده ما خسرتش المباراه من فريق متواضع امكانيات، مع الاحترام الكامل للهلال انا بتكلم كوره. وما فيش اصابات النهارده تعطلك الحمد لله، بل بالعكس يعني اطمنت على بعض اللعيبه زي حسام حسن نزل الملعب النهارده، مش حاجه مش وحشه، لكن اطمنت عليه ان هو شفي يعني. يعني بتديله بقى 8 9 دقائق اطمنت ان هو بقى سليم. ما خسرتش المباراه، ما فيش اصابات، عديت يوم اسمه في كره القدم كده يوم وحش بالنسبه لك على فكره. كل اللعيبه في العالم بيحصل لهم اليوم ده، او فرق العالم بتحصل لها اليوم ده. أيوة. بس ما بيحصل لك اليوم ده تقول تيجي على كده بس الحمد لله. تقول الحمد لله ان كان ممكن النهارده باللي بيحصل كل ده النهارده تتخطف كوره كده ملهاش اي لازمه، يبقى الثلاث نقاط راحوا منك. مظبوط. اللي كان بيتكلم فيها كابتن شريف الوقت. فاليوم الوحش ده في كره القدم انا اخد منه الحاجات الكويسه، والحاجات السيئه خلاص انتهت. لان بص يا عين، استحاله تلاقي لعيبه النادي الاهلي بالحاله بتاعت النهارده. مش ممكن العائل صحيح، وخصوصا مجموعه كبيره كل يعني. لا كلهم خارج يعني. الخدمه المجموعه اللي بدات النهارده هي مجموعه الهلال السعودي. أيوة. مفيش فيها تغيير. أيوة. التغيير بس الاجواء اللي قبل مباراه الاهلي السعودي والاجواء اللي قبل النهارده بالزبط. والدوافع اللي كانت هناك والدوافع اللي هنا والفريق اللي هناك والفريق اللي هنا، كل الحاجات دي ادت ان الشكل العام يطلع كده بالمنظر ده. أيوة. لكن ما خسرتش المباراه ده، انا يعني بتفرج على المباراه الان اي كره طايشه ممكن 1-0 صحيح، ويبقى يعني عارف اسمها ايه، زي بيقولوا كده موت وخراب ديار زي ما بيقول، يبقى اداء وحش ولعبتك مش موجوده في الخدمه وتخسر المباراه. لكن خلاص المباراه انتهت بوحشها كله، خلص خلاص، خلص على كده، ونستعد للقادم ان شاء الله. تعادل احنا قلنا، حتى سالتنا كلنا كده قلنا تعادل، اجمعنا كلنا يمكن كابتن شريف بس قال لك انا عايز اكسب عشان احنا متعودين على المكسب، لكن اجمعنا ممكن انا واسامه وبلال قلنا لو النهارده التعادل مش سيء بالنسبه للاهلي. صحيح. يعني النقطه في اول مباراه ليك وبره ملعبك وظروف دي بالنسبه للنادي الاهلي لا مقبول، يعني هو طبعا مش احنا، لكن في حاجات انت تقبلها وتقبلها اول النهارده بعد ادائك ده مقبوله اول النهارده، لان يعني انت ادائك النهارده ما فيش حد في مستواه الطبيعي، مش اللي هو عالي يعني. احنا بنتكلم النهارده الوحيد اللي في المباراه كويس ديانج، ومش في احسن حالاته، بس ديانج هو الوحيد اللي ظهر في المباراه، لكن غير كده لعيبتك كلها مش موجوده. فانا متاكد انها نفس شعور اللعيبه، نفس شعور الجهاز. ياسر ابراهيم قدم مباراه جيده برضه، معقول، لكن انا بتكلم على اللي كان واضح شويه وبيحاول هو ديانج، لكن الباقي لا في مستواهم اللي مش حلو. لكن موضوع يعدي اكيد. موسيماني طبعا مش عاجبه الاداء، مش عاجبه الشكل، لكن في الاخر هيقول لك نتيجه بالنسبه له مقبوله. مظبوط. اللعيبه طالعه يعني، انا متخيل في لعيبه النهارده عايز الحكم يصفر ان هو مش يومهم، تيجي عليك وقت كده ان انت بتلعب بتحرق الوقت، انت عايز الوقت يعدي بسرعه يعني، او تحس ان الماتش يعني عبء تقيل عليك يعني. والله ما في وقت بتيجي. هل ده يا كابتن بسبب اجهاد مثلا؟ انا قلت لك الظروف كلها، الظروف اللي فاتت كلها اجهاد، مع فرحه المركز الثالث، مع برضه شويه احتفالات، مع خلاص ادت لكده. فعشان كده بقول لك صفحه وتروح قلبها وانتهت وخلصت على كده، زي ما بقول تاخد الحاجه الكويسه منها وما اعتقدش هتتكرر تاني. ففي الاخر بقول نقطه احسن من لا شيء في بدايتك في دوري المجموعات.